الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تشرفنا هذه الليلة المباركة بزيارة الصحابي الجليل سلمان المحمدي، الذي كان من الناس العاديين في الظاهر، لكنه أصبح منا أهل البيت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإيمانه وتقواه وعبادته وأخلاقه الفاضلة. وفي الحقيقة أنا زرت هذا المقام الشريف قبل 60 عاما، وزرته هذه المرة، وفرق كبير ما بين ذلك الوقت وهذا الوقت بجهود هؤلاء الإخوة المؤمنين الصالحين. نحن نشكر الله على أن هدانا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أهل بيته، وإلى الصالحين من أصحابهم. حقيقة سلمان الفارسي يعتبر نموذجا للصحابي الصالح، من كان على نهجه فنحن معه، ومن لم يكن على نهجه فلسنا معه. نشكر الله عز وجل أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه، ونرجو من هذا الصحابي الجليل أن يشفع عند ربه لنا بغفران ذنوبنا، وأن يوفقنا الله عز وجل لإطاعته والامتناع عن معاصيه، وأن نحشر معه ومع النبي وأهل بيته وفي درجتهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.